ولكن نستغل هذه الحياة القصيرة أنفرس تاونيت تذر في النغ ذا شو 60 70 80 سنة والو على بالك والو راه تفوت سريعة جدا تعاقب الليل والنهار يظل يوم الساعة 20 ساعة 30 أم بعد 50 70 80 يلي عنده 20 بعد 50 يولي عندك 70 يلي عنده 70 قبل 50 عندك 20 ما تغطر ما نغطروش خاطر ان جون يقول لك جون ام بعد جون يا اخي تتعاقب عليك الليالي والنهار والليل والنهار اذا هذاك اللي عنده 80 سنه قبل 60 سنه كان عنده 20 سنه وانت بعد 60 سنه كان عندك 80 سنه يا سعد اللي بروفيتي يتعلم كان كتاب اعظم كتاب قراته في الموضوع عبد الفتاح أبو غدا اسمه قيمة الزمن عند العلماء وكتاب آخر اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل يحكي عن العلماء الكبار ابن سينا ابن هيثم الفارابي هذو قاع لي سبيسياليتي في الماتيماتيك في الجيولوجي في الفيلوزوفي كل في الشريعة في كلش الإمام البيروني هذا الإمام الطبري الإمام كي وصل الإمام البيروني واش قال بيروني هذا جاب واحد كلام قالوا واحد مؤرخ فرنسي يخدم في التاريخ جاوري رومي اسمي سخاو اشو دينا في البيروني إن دم خلوقاكي أكبر عقلية عرفها التاريخ ألا غم قران إكسن السن تاريخ ذوان الإمام البيروني يحكي في اللاس إن كي قري قري قر كل شيء الشريعة ثلا لا فيلوزوفي ثلا اسمي سومي قرن علم الفلكي لا إلا كلش ونسعة ثمي وكيثورة المولود الحافظي بني حافظ بني ورثيلة هو غير هنا بني حافظ بني ورثيلة يا صاحب الساعة الشمسية نزل الساعة أرثورة سندي معهد سيدي عبد الرحمن يلولي فغادي ندير غمزي كم ثورة ها المولود الحافظي المولود الحافظي سي بني ورثيلان بني حافظ لنا طاس بني ورثيلان تفكادا طاس دام ورثنا تفكادا طاس الفضيل الورثيلاني يعني 59 سنة الفضيل 1900-1959 وقي جامع بين علوم الشريعة وأيضا علم الفلك إذن هذا الأمر ليس بدعة ليس جديدا هذا أمر قديم الإمام البيروني ياسر القرفة ذي مث قبل لحظات قبل ما يموت سمع هذوك الناس اللي جاوا يتناقشوا في مسألة علمية قرنك المستك الراحة أسقر ديش انت مسألت إن يسميثوا فهم الجواب في كثير سيد كي تلقاو الجواب أعطيوا لي الجواب قالوا له واش تدير بيه انت راك رايح تموت هاو قريب تموت قالهم أحب أن ألقى الله وأنا أعرف هذه المعلومة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها قالوا خير القفل غربي سلم عليهم تجذيط أسترنو ذي شاني صار سيدي ربي ولا القفل غربو تسين غارة معناه جبنا هذا الأمذية مثال باش ننظر حرص العلماء على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة ألم ما يموت